المفروض ان احنا النهارده باذن الله حضراتكم هتكملوا اللوحه اللي كنا بدأناها المره اللي فاتت. يعني المفروض كل حد هياخد اللوحه المنضيه اللي كان شغال فيها المره اللي فاتت. والنهارده ان شاء الله هتكملوها. يعني لحد ما وانا بلف المره اللي فاتت لقيت المستوى مش قد كده. انا سريعا هشرح اللي اتكلمنا فيه عايز سبت لكم فتره تلعبوا او تهبلوا يعني في اللوحه. فالمفروض ان شاء الله بعد المره دي اي حد عنده مشاكل من الجزء بتاع الكوبري ده يتحل. تمام؟ اتفقنا المره اللي فاتت ان انت اول ما بتبص على الرسمه دي فانت خلاص فاهم ان دي رسمه كوبري ومعاه ريجليتور. ايه الريجليتور ده؟ قلنا دي عباره عن الجروفز الموجوده في البلان اللي بيتحط فيها بوابات عشان تقدر تتحكم في الميه. انت كرسم المفروض اول ما تبص على الرسمه دي انت المفروض كواحد هيرسم المفروض اول ما تبص على الرسمه دي انت تقسم الرسمه كانها ثلاث حاجات: حوائط بتسند التراب، كوبري، منشا اسمه كوبري، واتربه. تمام؟ فانا اول ما ابص على القصه دي اللي انا رسمه بالابيض دي الحوائط اللي بتسند التراب. يعني ايه حوائط بتسند التراب؟ يعني انا ممكن في شوية أبعاد الحيطة دي ما تدهلكش وتقدر أنت تجيبها عن طريق التراب اللي جنبها. بمعنى الحيطة دي لو ما قلتلكش منسوبها فأنت على طول دايركت هتروح رايح للتراب اللي جنبها. الحيطة دي لو أنا ما قلتلكش منسوبها على طول هتروح رايح التراب اللي جنبها. هتقول الحيطة دي منسوبها 1285 عشان تسند التراب اسمه 1285. الحيطة دي الحيطه دي لو انا ما اديتكش الطول بتاعها فانت على طول ممكن تروح رايح للتراب اللي جنبها وتشوف ان اللانس بتاع الحيطه ده هو الريجس بتاع المخروط فتقدر تجيب فرق مراسيم في الميل هنا يبقى هو ده طول الحيطه دي. تمام؟ الحيطه دي بتسند التراب يبقى على طول ميلها نفس ميل التراب اللي هو 2:1. يبقى هي بادئه من منسوب 1285 وكانت عايزه توصل ل 1375. طب هل هي وصلت ل 1375 ولا لا؟ اعمل زوم وبص على الحته دي. فاكرين القصه دي؟ اتفقنا لو كان الخط الخارجي من السور ده منطبق على الخط بتاع نهايه البانك يبقى معنى كده ان الحيطه وصلت ل 1375. يعني لو ده التراب بتاعنا اللي من 1375 ل 1285 والحيطه المايله دي كانت بنفس الطول بتاع ميل التراب يبقى معنى كده بدايه منصوبها 1385 ونهايه منصوبها 1375. يعني لما اجي ارسمها في الاليفيشن هيبقى شكل الحيطه بتاعتي عامله كده. تمام؟ لو انا حطيت لك السور من الناحيه دي فانت لما تيجي تسقط السور في الاليفيشن هتلاقي السور بتاعك كده. يبقى معنى كده وضع السور ما اثرش على منسوب الحيطه دي. منسوب الحيطه دي هتفضل 1375 اللي هو منسوب التراب. تمام؟ لكن انا ممكن اقول لك ادي الحيطه المايله بس جينا نحط السور واحنا واخدين من الحيطه دي قد ما خد السور. معايا؟ فلما تيجي ترسمها في الاليفيشن المفروض الحيطه المايله دي كانت هتبقى مع نفس ميل التراب بس نتيجه وضع السور لما اجي ارسم السور في الاليفيشن الاقي ان اتخذت السور خلت الحيطه دي ما توصلش 1375. امال وصلت لمنسوب كام؟ عن طريق تخلت السور اللي هي ربع متر وعن طريق ان الميل ده 2:1 اقدر احسب الدروب ده. اقدر احسب المسافه الراسيه اللي الحيطه دي منسوبها اقل من منسوب 1375. يعني انا عندي عرض السور ربع متر والميل ده 2:1 يبقى على طول المسافه دي 0.125. في الشيت بتاعنا لو المنسوب ده 1375 يبقى على طول منسوب الحيطه اللي انا بدور عليها وهي الحيطه المايله اللي بتنزل التراب يبقى منسوبها 13.625. صح كده؟ يبقى احنا بس اول كونسبت نبص عليه ان طالما انا قبل الكوبري او بعد الكوبري هعرف منطقه الكوبري دي منين؟ من السور ده والسور ده. يبقى المنطقه دي هي دي المنطقه الجديده، هي دي السبيشال كيس. لكن الحوائط اللي قبل الكوبري او الحوائط اللي بعد الكوبري كل الهدف منها ان هي تسند التراب. يبقى اي طول او منسوب انت مش لاقيه للحيطه تقدر تروح للتراب يحلها المشكله دي. الناس معايا؟
تاني جزء عندنا في الرسمه اللي هو منطقه الكوبري. اتفقنا الكوبري ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من ثلاث حاجات، سور وبلاطه وسبورتس ليه او حاجه تشيله من تحت. فبالنسبه للسور اللي هم خطين الدبل دول وخطين الدبل دول، انا كل اللي هديهم لك هديك منسوب السور ده 1475 وهديك تخانته ربع متر، خلاص تقدر ترسمه في اي مسقط. تمام؟ بالنسبه لشكل البلاطه والحيطه اللي هتشيلها انت مش هتالفه، مش هينفع تستنتجه من الرسمه، فلازم اجي اديك سيكشن مساعد هنا اقول لك انا هو هاخد سيكشن هقطع في طرف البلاطه والحيطه اللي تحتيها، واديك سيكشن مساعد السيكشن ده هقول لك الحيطه اللي بتشيل الكوبري منسوبها كام وعرضها كام. يعني هنا في السيكشن ده انا بقول لك ان الحيطه اللي شايله المنشا اللي هو الكوبري بتاعنا منسوبها 1285 وعرضها 85 سم. طب دي الحيطه. البلاطه بقى اللي العربيات هتمشي عليها المتشاله على الحيطه دي منسوبها كام وتخانتها كام؟ فلو بصيت هقول لك التوب ليفل بتاع البلاطه دي 13 وربع وتخانتها ربع متر، وهي داخله على السبورت او هي داخله على الحيطه اللي شايله الكوبري عملت بالظبط زي الكاميرا دي. يعني ده كان السيكنس بتاع البلاطه والعمود ده كانه الحيطه اللي شايله الكوبري، والبلاطه داخله على الحيطه اللي شايله الكوبري رحنا مزودين السيكنس بتاعها بنفس المنظر ده. الناس معايا؟ في اي مشاكل في القصه دي؟ وبقيت طبعا البلا لازق اللي فوق ده كله دي عباره عن الاتربه، وانتوا عارفين ان احنا بنرسم بلان اسمه هاف ايرث ريموف. يعني فوق السنتر لاين عندي تراب، تحت السنتر لاين بنتخيل ان احنا شلنا التراب وعرينا المنشا. فانا لما اجي اقول لك المنسوب ده 1375 يبقى ده منسوب الطريق اللي ماشي عليه عربيات، هيفضل مكمل معايا لغايه فين؟ هو في الحقيقه هيفضل مكمل معايا لغايه الناحيه الثانيه، بس احنا عشان بنرسم هاف ايرث ريموف فانا جيت من عند السنتر لاين ده رحت شايل التراب، هيتفضل لي ايه؟ البلاطه اللي هي منسوبها كام؟ 13 وربع. عشان كده لو انا عايز اكتب منسوب هنا هكتب منسوب 1375 اللي هو منسوب التراب بعد السنتر لاين، لما اشيل التراب هيبان عندي التوب ليفل بتاع البلاطه. في مشكله في القصه دي؟ عايزين نرسم اليفيشن، نرسم اب ستريم، نرسم داون ستريم. اتفقنا ان احنا قبل ما نرسم اي مسقط من الثلاثه دور كده في الرسمه الفاونديشن ليفل منسوب الاساسات بكام؟ والفاونديشن سيكنس بكام؟ تمام؟ واعتقد ان احنا مديهولك في نفس السكشن ده. جيت قلت لك ان منسوب الاساسات 9.75 وتخانتها 75 سم. صح كده؟ لو بصيت على البلان هتلاقي ان المنسوب هنا كاتبه لك 10 والمنسوب هنا كاتبه لك 10، ازاي الكلام ده؟ المفروض ده كله منسوب الاساسات هسد عليه المنشا، بس طالما المنسوب اللي مكتوب على البلان اعلى من منسوب الاساسات بربع متر انا عندي فيه ايه؟ طبقه حمايه او الفرشه بتاعتي. كمان انا اكدت لك المعلومه عن طريق ان انا جيت في بدايه الرسم حطيت لك خط دوتر، ده اخر طبقه الحمايه حطيت لك خط دوتر. تمام؟ عايزين نبتدي نرسم الاليفيشن. لو انا عايز ارسم الاليفيشن كاني في امتحان ميد ترم او اخر سنه يعني ملوش علاقه بالبلان، اتفقنا ان انا اول حاجه هبتدي بيها هبتدي ارسم خطين. المفروض وانتم بتبداوا ترسموا اللوحه تبداوا ترسموا السكشنز بتاعتكم قبل ما ترسموا البلان عشان تسهلوا على نفسكم، وكمان عشان تتمرنوا على امتحان بتاع الميد ترم او الفاينل. فلو انا جيت رسمت اقول والله ادي الاساسات 9.75 و9 رسمتها في اي حته معايا. لو دي بدايه الاساسات اللي انا اخترتها في اي مكان، لو دخلت منها الرفرفه يبقى دي بدايه الحيطه، يبقى الخطين اللي انا رسمتهم دول اللي هم ما وصلش اصلا على البلان وانا برسمهم بدايه الاساسات هي بتمثل الخط ده وبدايه الحيطه هي بتمثل الخط ده. المفروض الفرق ما بينهم اللي هي مسافه الرفرفه اللي هي في الاغلب بتبقى جافن ربع متر معايا. ابتدي بقى ارسم الحيطه بتاعتي عن طريق ان انا ابص هنا وافضل ماشي مع التوب ليفل بتاع الحيطه. فالجزء ده من الحيطه على منسوب 1285 بطول محدد. اروح رايح راسم اطلع هنا لغايه 1285 وامشي اللينس اللي انا حددته من البلان اللي هو لو ما عرفتش اوصل له او ما كانش جيفن دايركت روح للتراب واقعد حل المشكله بتاعتك. تمام؟ ملوني بقى عشان انا مش شايف. بعد ما الحيطه وصلت 1285 ايه اللي حصل للتوب ليفل بتاعتي؟ الحيطه بقت ايه؟
من لغايه فين؟ هي عايزه توصل ل 13.75، خلينا نقول ان هي وصلت، وبعدين اوقع السور واشوف هي فعلا وصلت ولا اقل من 13.75 بشويه. بعدين كتراب مش على 13.75 مسافه. بعد كده بعد الكوبري على طول الحيطه بتاعتي نزلت مع الميل ده من 13.75 ل 12.5 صح؟ بروح نازل كده من 13.75 ل 12.5، بعدين همشي على 12.5 مسافه للدهان. الناس شايفه يا جماعه انا بعمل ايه؟ بعد كده هنزل بميل 3-2 ومتفقين ان الميل ده استحاله يوصل للاساسات صح؟ لو انا ما كنتش مديك منسوب هنا كنت انت هتحسب القصه بتاعتك عشان تقول لي منسوب اخر الميل ده كام؟ لكن انا هنا مريحك وبقول لك ان الميل ده اخره منسوب 10.33، يبقى انت هتقعد تنزل بالميل ده لغايه ما توصل ل 10.33. طب وانس ان انا وصلت ل 10.33 كمان بقول لك في البلان امشي حته افقيه عرضها 38 سم واقفل الحيطان بتاعك. تمام؟ وانس ان انا قفلت الحيطه اروح مكمل الاساسات بتاعتي واقفلها بالمنظر ده. في اي مشكله في القصه دي؟ عشان ما انساش ان في فرشه طوب، وانا قايل لك ان الفرشه الطوب بادئه من اول الاساسات لغايه نهايه الاساسات، يبقى انا هاجي اخد خط افقي على مرسوم 10 من اول الرسمه لغايه اخرها. الناس معايا يا جماعه؟ تعالوا بقى دلوقتي نرسم الجزء الجديد اللي هو الكوبري، انا عارف ان الكوبري بقى على منسوب البان، يعني هو هيترسم في الجزء ده. تمام؟ تعالى اول حاجه نشوف ايه علاقه السور بالخط بتاع البان. هلاقي ان الخط الداخلي من السور ماشي مع حرف البانك والسيجنس لبره. صح؟ اروح جاي مع الجورنال ده واخد ادي الخط الداخلي من السور، ادي الخط الداخلي من السور واخد السيجنس لبره. يبقى ادي ربع متر وادي ربع متر. يبقى فعلا السور بتاعي اثر على منسوب الحيطه دي، فلما اجي ارسمها في الاب ستريم او في الداون ستريم هرسم الحيطه المايله دي اخرها منسوب كام؟ 13.6 مش عارف. في حد مش فاهم القصه دي؟ كله تمام؟ بالنسبه للخطين بتوع السور دول مش هيطلعوا للسما. التوب ليفل بتاع السور ده كان زي ما انا مديهولك في بلان 14.75. هتروح انت جاي قافل لي دول على منسوب 14.75. طب السور ده اللي هو قلنا بيتصب حته واحده مع البلاطه في الاخر بيسند على ايه؟ على الحيطه اللي شايله الكوبري. مش المنشا ده في الاخر متشاف على الحيطه اللي شايله الكوبري اللي هو منسوبها كام؟ من السكشن ده 12.85. انا هاجي اقول لك والله خد بالك ان الكوبري ده في الاخر هيتقفل كده على منسوب 12.85. معايا؟ طب الخطوط الداخليه من السور اللي هم الخطين دول هقفلهم على منسوب ايه؟ على منسوب التوب ليفل بتاع البلاطه. انا بديك البلاطه منسوبها 13 وربع، فانت تيجي تقفل الخطين دول على منسوب 13 وربع، يبقى ده 13 وربع واللي تحت ده منسوب الحيطه اللي شغاله الكوبري. طب انا خلصت رسمه البلاطه ولا لا؟ محتاج اعمل تشيك. انا كده خلصت البلاطه، يعني ايه خلصت البلاطه؟ ما هو انت لو هنا قلت لي ان انت خلصت رسمه الكوبري اقول لك خلاص ابتدي التقشير بتاعك، فكنت هتهشر دي كلها وتقول لي دي دخلت البلاطه. هل من 13 وربع 12.85 دي دخلت البلاطه؟ اعرف منين؟ اروح للسكشن اللي فيه الجيفن داتا بتاعت الكوبري. ما هو السكشن اليفيشن ده كاني بالظبط بقطع في الكوبري بالمنظر ده. فهلاقي نفسي لما اقطع هنا المفروض يبان عندي كام خط؟ 13 وربع التوب ليفل بتاع البلاطه اللي انا اوريدي رسمه. 12.85 اللي هو التوب ليفل بتاع الحيطه اللي شايله الكوبري اللي هو انا اوريدي رسمه. يبقى ناقص عندي ايه بس؟ الخط ده اللي بيمثل السمك بتاع البلاطه. ودي كانت ميسنج دايمنشن عندكم في الشيت، فحطيتها لكم المره اللي فاتت على السبوره ربع متر. يعني دي معلومه ناقصه حطها عندك في الشيت ان دي ربع متر. فحضرتك هتيجي تنزل من 13 وربع ربع متر وتقول لي ادي دخلت البلاطه، يبقى لما اجي اهشر اهشر دخلت السور مع دخلت البلاطه. تهشير 45 درجه ضيق عشان دي قلنا خرسانه مسلحه. حد نايم؟ في حد مش فاهم الكلام ده؟ الكلام ده عليه 60% من درجه امتحان الفاينل. فالمفروض ان انت بعد شويه الكلام ده تقدر تنجح في الفاينل حتى لو ما كملتش الترم. في حد عنده مشاكل في الجزء ده؟ تمام؟ بعد ما خلصت القصه دي ابتدي بقى اكمل المسقط بتاعي. تكمله المسقط في جزء من الترم الاولاني
اللي هي الدوتت لاين بتاع تغيير منسوب الحيطان. فانا اول ما ابص اقول لك والله انا عندي هنا دوتت لاين فيرتيكال، غير ما ابص على الكلام عندي هنا دوتت لاين فيرتيكال، عندي دوتت لاين فيرتيكال، عندي دوتت لاين فيرتيكال. مع اي تغيير في منسوب الحيطه بدات احط خط النقط. ففي الخطوط دي بتاعت ايه؟ لو انا كنت كملت السايد سلوب سايلة كنت هلاقي الكسرات في الميول هي دي اللي هترفلكت على الاليفيشن الدوتت لاينز دي. كمان نتيجه ان الحيطه اللي في المدخل لفت بزاويه 90 درجه، فاكرين كنا بنعملها زي الترم الاولاني؟ كنت باجي من هنا اخد عرض الحيطه اللي هو 65 سنتي واعمل ميل واحد لاربعه. ونتيجه ان انا قاطع في الاساسات كنت بحط اندكيشن خرسانه عاليه في الاساسات اللي هي رمل وزلط. تمام؟ تعال نشوف في حاجه ثانيه جديده. في جروفز. الجروف دي بنبينها ازاي؟ وانا باصص للناحيه دي، دي هتطلع عندي خطين ودي هتطلع خطين. فانت وانس ان انت حددت بعد اي واحده فيهم من هنا او من هنا تعرف ترسمها. فانا هاجي امشي المسافه بتاعت الجروف اقول لك والله ادي اول جروف، وانا قايل لك في الشيت ان هي عرضها 15 سم في الكتابه اللي فوق، اقروا الاسئله. ودي الجروف الثانيه. يبقى اللي انا رسمته ده عباره عن اليفيشن في الاستراكشر في المنشا، سواء كان وينج وولز او حوائط بتسم التراب او كان الكوبري. بس السكشن ده انا رسمه فين؟ انا رسمه هنا، لان انا ما بصيتش على الدير خالص ولا اسقطها، انا بصيت على المنشا ده بناحيتي. صح؟ طب هل السكشن اليفيشن المطلوب تشديد ان انا ابص هنا ولا انا ابص تحت؟ ان انا ابص تحت يعني كانه بيقول لي اسقط البير معاك. اتفقنا ان البير دي حاجه زي البشاوره بالمنظر ده، شايله الكوبري. تمام؟ طالما شايله الكوبري يبقى هي لازم في المنطقه اللي تحت الكوبري منسوبها 1285. طب قبل الكوبري او بعد الكوبري براحتك، براحتك حد بيحط لك الامتحان. لو ما كتبتلكش عليها اي منسوب يبقى هي كلها كونستنت ليفل على منسوب 1285. لو كتبت لك ان دي منسوبها 11 ودي منسوبها 11 هيبقى شكلها عامل كده، ادي ال 11 اللي انا عايزها، لكن تحت الكوبري لازم تبقى 1285 بعد الكوبري زي ما انا عايز. معايا؟ هنا انا مريحك بقول لك ان دي كمان 1285. يبقى كل حركه تعمله شوف البير دي بتبتدي منين؟ يعني شوف المسافه دي قد ايه؟ وتعالى خد المسافه دي وقول لي ادي بدايه البير. والبير في المساله بتاعتنا ثابته منسوبها على 1285 ومشيت بعد كوبري مش عارف قد ايه. قد ايه دي اللي هي نص خانه البير. الناس معايا؟ خلصت القصه دي؟ انا خلصت حاجتين من ثلاث حاجات في البلان، رسم الوينج وولز ورسم المنطقه بتاعت الكوبري. ناقص عندي الاتربه. الاتربه ما انا اوريدي عشان ارسم الكوبري كنت رسمت منسوب التراب اللي اسمه 1375. فامشي مره منه يمين كامل الاتربه الناحيه دي، وامشي مره منه شمال كامل الاتربه الناحيه دي. تعالى امشي الناحيه. لو مشيت يمين هلاقي 1375 هو العرض اللي انا كنت راسمه في الاليفيشن. كمل كده لغايه الخط ده. طب هجيب الخط ده منين؟ هجيبه من فرق مراسيم في الميل زائد الريديس بتاع المخروط. تمام؟ يبقى انا بعد الكوبري 1375 هيكمل المسافه دي اللي هي فرق مراسيم في الميل والريديس بتاع المخروط اهو. مشي شويه وبعدين هينزل من 20 لواحد لغايه ما يسوق مش عارف كام. 1335. تمام؟ يبقى ادي منسوب الباك. طب الترم ايه اخباره؟ اللي هو 12 ونص. انا اوريدي كنت راسم الحته دي على 12 ونص. بس لو بصيت كملت الرسمه ناحيه ايدي اليمين هلاقي 12 ونص ده على نفس منسوبه وكمل لغايه اخر الدنيا. فاروح واخد 12 ونص ده مكمله ما لا نهايه. وعشان كان في كسره في البلان في بدايه الميل ده وفي نهايه الميل ده لازم احطهم في الاليفيشن. اهو. الناس معايا؟ البد انا كنت راسم لغايه الاساسات كاستراكشر. بعد الاساسات عندي حته تراب على نفس المنسوب اللي هو 10. بعدين التراب طلع بميل 10 لواحد ل 10 30. فلما اجي ارسم القاع ادي منسوب 10 همشي شويه لغايه تقريبا 3 متر على 10. بعدين هطلع بميل 10 لواحد لغايه ما اوصل ل 10 30. الناس معايا؟ الناحيه الثانيه ال 1375 هنزل بميل ل 1285 وده انا اوريدي كنت راسمه لما رسمت الحيطه. صح؟ لو طلعت قدام شويه الاقي نفس الميل اللي انا كنت موصله ل 1285 كمل نزول لغايه ما وصل كام؟
12:30، فانا عايز الميل ده اللي كان وصل 12:85 اكمل بيه نزول لغايه كام؟ 12:30. بس اجي لما اجي اكمل بيه هلاقي 12:30 ده اوطى، فطبيعي ان انا هقسمه ضد اطلاع يعني. وانس ان انا وصلت 12:30 هاخد عرض منسوب 12:30. عرض منسوب 12:30 ده قد ايه؟ اللي هو لو انت باصص هنا هتلاقيه مع بدايه حرف الحيطه من غير ما تاخد بعد. فاروح مكمل 12:30 ده لغايه حرف الحيطه، وبعدين هنزل بيه ميل 3:2 لغايه منسوب القاع هنا اللي هو اسمه 10. فاروح جاي من النقطه دي نازل بميل 3:2 لغايه منسوب 10. طب الميه هتخش هنا ازاي؟ لازم دي تبقى متوصله بدي. اللي هو لو بصيت على البلان حاجه اقول لك ان المنطقه دي كلها منسوبها 10. في حد مش فاهم القصه دي؟ كله تمام؟ لو احنا عايزين نرسم اب ستريم سايد فيو، لو ده البلان بتاعي اتفقنا في الاب ستريم او في الداون ستريم بينطبق عليه الكونسبت بتاع هاف ايرث ريموف. يعني لو ده السنتر لاين تحت السنتر لاين عندي الدنيا فاضيه ما فيهاش غير منشأ، هرسم كل حاجه في المنشأ سوليد او داتر. لكن فوق السنتر لاين البريورتي او الاهميه للتراب هرسم فيه كل حاجه، ومش هرسم بس غير الاجزاء السوليد من الحيطه. حد عنده مشاكل او مش فاهم؟ هاجي ابتدي في الجزء اللي ان ايرثد او الجزء اللي ما فيهوش تراب ابتدي ارسم كل حاجه في المنشا. قلنا اول حاجه بنرسمها من تحت الاساسات، فعندي ادي اساسات خطين 9 75 و9 صح؟ يعني وانا باصص من هنا اول خط قابلني الخط الازرق ده بتاع الاساسات فرحت راسمه بتخلف. تاني حاجه هتقابلني طول ما انا ماشي كده اول حاجه هتقابلني الحيطه دي اللي هي على 12 85، وطولها لو مش كبل اروح اجيبه من التراب. فهطلع كده من بدايه الخط ده ل 12 85، اخد عرض الحيطه انزل اقفل الاساسات خبطت في الاساسات ارفرف واقفل الاساسات بتاعتي. اللي انا رسمته ده عباره عن الرجل العموديه دي بس اللي هي اول حاجه بعديها هي الحيطه دي. مش احنا متفقين ان اي حيطه في الاب ستريم او في الداون ستريم بنرسمها بالكروس سكشن بتاعها، يعني بنطلع لغايه منسوبها ناخد عرضها وبعدين نعمل ميل 1:4 لغايه الاساسات. فانا لو بصيت على الحيطه دي هلاقي منسوبها 12 85 وعرضها اعتقد كان جيفن 65 سم. فانا هطلع هنا ل 12 85 اخد ال 65 سم في اخرهم هعمل ميل 1:4. خبطت في الاساسات امشي ربع متر وارفرف. معايا؟ كمل بص. هكمل كده هلاقي حيطه مايله. لما بلاقي حيطه مايله برسم التوب ليفل بتاعها اخرها. الحيطه المايله دي اخرها كام؟ هو عدد نحكي فيها في الاليفيشن. اللي هيقلش معقول يقول لي 13 75، بس الصح قوي يركز يشوف ايه علاقه الكوبري بالتراب هيلاقي ان الحيطه دي منسوبها اقل من 13 75 بشويه. لا تخبي الصوره على الميل. تمام؟ فهطلع هنا كده منسوب الحيطه اللي انت قلت لي عليها اخد عرضها اللي هو كان تقريبا 65 سم وبعدين اعمل ميل طول ما انا فوق الصندوق شايفه سوليد لغايه ما اوصل الاساسات تحت الصندوق هرسمه داتا. وعشان كان في ميل من هنا لهنا اللي هو الميل ده هقفل التوب ليفل مع التوب ليفل واقشر تقشير ميل. هكمل عيني هتخبط في الكوبري. طب قبل ما ارسم الكوبري تعالى اخد كل الاجزاء اللي في الاب ستريم بالنسبه للمنشا. هلاقي عندي بير هنا. البير دي في الاب ستريم عباره عندي ازاي؟ مستطيل بتخانتها والتوب ليفل بتاعها. تخانتها متر وربع والتوب ليفل 12 85. على نفس المنسوب ده هاجي حوالين السنتر لاين اوصل للبير بتاعتي اهي. نتيجه ان البير دي شارب نوز، يعني نتيجه ان هي لما كده والكيرفين دول اتقطعوا مع بعض في النقطه دي، فالنقطه دي هتديني خط سوليد هنا. لكن الكلام ده مش هيبان عندي في الداون ستريم لان هي نص دايره. تمام؟ عندي جروف هنا اروح داخل دخلت جروف اللي هي جابت 15 سم واعمل لك دوت لاين كده. ادي الجروف اهي. ادي الجروف اللي في الحيطه دي. صح؟ كمان عشان ما انساش ما انا قايل لك ان هنا في فرشه طول، فانا الاساسات دي كلها على 9 75، لكن انا في الحقيقه عندي من اول الخط ده اللي هي المسافه دي تقريبا 15 سم ولا حاجه، عندي منسوب كده اللي هو منسوب كام؟ 10. اللي هي دي تخيل الفرشه الطول. تمام؟
انا رسمت الاساسات، رسمت الحيطه دي ورسمت الحيطه دي ورسمت الجروفز، رسمت البيم ورسمت الجروف، ناقص عندي منطقه الكوبري. وانا لما برسم اب ستريم او لما برسم داون ستريم، الترم اللي فات كنا بنتعذب شويه هنقف لغايه فين؟ يعني الترم اللي فات بتاع الحضارات لما كنت باجي ارسم اب ستريم كنت المفروض بتوصل لغايه اعلى حيطه وتقف، وعشان كنا نسهل لك كمان كنت بديك خط اقول لك ارسم اب ستريم سايد فيو اب تو لاين كذا. في الكلام ده ولا ايه؟ لكن الترم ده ما فيهوش القصه دي، الترم ده ثابت ان انا سواء برسم اب ستريم او داون ستريم المفروض اقف لغايه نص الكوبري. يعني من غير ما حد يقول لك وانت بترسم اب ستريم سايد فيو هتقعد تكمل اسقاط لغايه ما تقف في نص الكوبري. نفس الكلام لو انت بترسم داون ستريم، يبقى ده الخط اللي هوصل بيه الاب ستريم او الداون ستريم. الناس معايا؟ اجي بعد كده في المنطقه بتاعت الكوبري، واحنا بنرسم الكوبري قلنا عباره عن كام حاجه؟ ثلاث حاجات، سور، بلاطه، حيطه. يبقى انت المفروض في الاب ستريم او في الداون ستريم هترسم الثلاث حاجات دول. تعالى اول حاجه هو السور ده عامل ازاي؟ مش السور ده حاجه كده وحاجه كده؟ يبقى لما ابص عليه في السايد فيو هشوف التوب ليفل بتاعه واخره. تمام؟ التوب ليفل بتاع السور ده على 14.75، فهتلاقيني جيت حددت فين منسوب 14.75 وهاجي ارسم خط كده والمفروض ان انا انزل باخره. طب هو اخره ده هينزل يسند على ايه؟ الحيطه اللي شايله الكوبري. يبقى انا قبل ما اجيب اخر السور لازم ارسم الحيطه اللي شايله الكوبري. الحيطه اللي شايله الكوبري دي هجيبها منين؟ هجيبها من السكشن ده. السكشن ده بيقول لي الحيطه اللي شايله الكوبري منسوبها 12.85 وعرضها 85 سم. صح؟ فانا عايز ارسم حيطه منسوبها 12.85 وهطلع منها لغايه 12.85 واخد عرضها اللي هو 85 سم، وفي اخر 85 سم زيها زي اي حيطه في الدنيا هعمل لها بين 1 ل 4. تمام؟ اخر السور ده هينزل فين؟ هل هينزل هنا؟ هل هينزل هنا؟ هل هينزل هنا؟ هو هينزل على الحيطه. طب هينزل على انهي حته في الحيطه؟ بص عليه في البلان وبص عليه هنا. هتلاقي ان اخر السور مع اخر البلاطه. دايما اخر السور مع اخر البلاطه مع الخط ده. وانا بقول لك ان الخط ده قبل نهايه الحيطه بربع متر. يعني لو الحيطه كلها ب 85 سم المسافه دي هتبقى 65 سم. صح؟ فادي الحيطه اللي شايله الكوبري اللي احنا خدنا عرضها 85 سم، اما تيجي من اخرها تخش ربع وتعمل خط فيرتيكال لغايه ما توصل في السور، او تيجي من هنا تمشي 60 سم وتطلع فيرتيكال لغايه ما تخبط في السور. فمثلا جيت خدت 60 سم لقيتني واقف هنا. فانا عايز اطلع بده بخط راسي لغايه ما اوصل في السور. فطول ما انا ماشي في الحيطه دي، ما هي الحيطه دي وانا باصص من هنا انا شايفها قبل السور. فبقى شايف السور ده تطلعي، لكن وانس ان انا طلعت من الحيطه دي هكمل لغايه ما اوصل للسور سوليد لاين. تمام؟ يبقى انا كده رسمت حاجتين في الكوبري، حيطه زيها زي اي حيطه، بس انت بصيت في السكشن المساعد وقلت لي منسوبها كام وعرضها كام. سور خدت التوب ليفل بتاعه بالبلان، ومن السكشن المساعد مع نهايه البلاطه رحت قافله على الحيطه اللي شايله الكوبري. اخر حاجه ناقصه عندي البلاطه بقى نفسها. مع البلاطه نفسها اهي، خد بالك مش السكشن ده اللي انا مديهولك اصلا هديه، مش السكشن ده كانك انت قاطع في الكوبري وباصص كده، يبقى المفروض شكل البلاطه مش هيتغير، هيطلع بنفس المنظر ده بالظبط. بس ايه اللي يتغير؟ ان انا لما جيت ارسم المسقط المساعد ده خدت سكشن هنا، فكل الخطوط باينه عندي سوليد لاين. لكن لما ابص هنا في حاجات ممكن تبقى سوليد لاين وحاجات تبقى دوتد لاين، لكن شكلها مش هيتغير. معايا؟ فدايما الخط السفلي من البلاطه ده مفيش حاجه مخبيه عليه، يعني لو انا واقف تحت الكوبري وباصص من الجنب انا شايف قاع الكوبري عامل ازاي. فدايما الخط السفلي من البلاطه هناخده نرسمه زي ما هو سوليد لاين. يعني ايه هنرسمه زي ما هو؟ مش هو كان ساند على الحيطه دي على منسوب 12.85؟ ففي اوله هيبقى فيه ميل كده ويمشي على المنسوب ده اللي هو 13، وقبل ما يخش على البير اللي هي السبورت بتاعته لازم يبقى الحته دي سيماتيك، يعني هيجي كده زي الكاميرا اللي فوق دي بالظبط قبل ما تخش على السبورت ايا كانت اللي شايفها. تمام؟ والخط العلوي من البلاطه على منسوب 13 وربع. يبقى انا هاجي من السنتر لاين
لغايه السور وارسم خط منقط على 13 وراه اللي هو السكنس او التوب ليفل بتاع البلاط. في حد مش فاهم الكلام ده؟ تعال نكمل المسقط. عشان نكمل المسقط الناحيه الثانيه كنا الاول بنرسم التراب وبعدين ناخد الكلام ده نعكسه عليه. تعال نرسم التراب اللي هنا وانا باصص من هنا اول حاجه هشوفها من اول السنتر لاين لغايه ما لا نهايه منسوب 10 صح؟ واروح انا جاي هنا واخد من السنتر لاين لغايه ما لا نهايه منسوب 10 تمام؟ بعدين لما ابص كده هلاقي مخروط بادئ هنا بمنسوب 10 طلع بميل لغايه النقطه دي اللي هي منسوبها 12 ونص وبعدين كامل ما لا نهايه على 12 ونص. يبقى انا هاجي اخد العرض ده على منسوب 10 واطلع بميل 3 ل 2 لغايه النقطه دي وبعدين امشي على 12 ونص. يعني ادي 12 ونص وادي 10 وده المخروط على فكره. انا برسم تراب. احنا المفروض هنوقف رسم تراب لغايه فين؟ لغايه نص الكوبري. تمام؟ بس انا قبل ما اكمل الكلام ده قبل ما اكمل التراب هاخد المنشأ ده اعكسه الناحيه الثانيه. مش احنا اتفقنا ان الرسمه سيمتريك؟ بس انا الناحيه الثانيه مش برسم غير الاجزاء السوليد بس، عشان كده بدات ارسم التراب الاول، عشان اي حاجه هتبقى تحت التراب مش هتترسم. معايا؟ فلو بصيت هلاقي كان اول حاجه عندي على بعد كذا من السنتر لاين الحيطه دي. تعالى خدها نعكسها الناحيه الثانيه. على بعد كذا من السنتر لاين عندي ادي نفس الحيطه، طلعت 1285 مشيت كده مش عارف ايه قفلت كده اهي. بس مش هكمل بقيتها. هنا كان عندي مش عارف المستطيل ده طالع لغايه 13.6 مش عارف ايه وادي الميل بتاعي. تمام؟ فاكرين لما كنا بنعكس كان في ثلاث حاجات مش بنرسمهم. فاونديشن ان هي اوريدي تحت التراب. دوتت لاين لان احنا مش مسموح لنا نرسم دوتت لاين الناحيه الثانيه ما عدا الدوت لاين اللي بتلمسه الميه. اللي هو ايه الدوت لاين اللي ممكن تلمسه الميه؟ اللي هو الجروف او لو كان عندك منسوب القاع دوتت لاين. انا ما عنديش هنا غير الجروف بس فده الدوت لاين الوحيد اللي هنقله. اي سلوب واحد لاربعه ولا كنا بنبص فيه اصلا. تمام؟ هلاقي كمان عندي من الاجزاء السوليد ان السور بتاعي كمل كده وجه هنا نزل مش عارف ازاي. والخط بتاع البلاطه اهو. في حاجه ثانيه نسيت ارسمها؟ يبقى انا رسمت الصندوق، رسمت الحيطه دي، ورسمت خط البلاطه، رسمت السور. تعالى نكمل بقى التراب اللي كان ناقص، انا كنت رسمت التراب ده والتراب ده والتراب ده. التراب اللي ناقص عندي 1285، تعالى نرسم 1285. ما هو 1285 اوريدي منطبق على الحيطه. صح؟ انا كنت راسم حيطه هنا 1285. بس الحاجه الوحيده اللي انا ما رسمتهاش الميل ده. اللي بيوصل ما بين 12 ونص ل 1285. وانا هاجي هنا من عند 12 ونص اللي هو بدايه الميل. اطلع بميل مش عارف كام دوت لاين طبعا لان الحيطه اعلى منه لغايه ما يوصل ل 1285. يعني المفروض النقطه دي قدام الخط ده والنقطه دي على 12 ونص هي النقطه دي. تمام؟ اخر حاجه ناقصه عندي منسوب البانك. مش البانك ده لو احنا سيبناه براحته كان هيكمل الناحيه الثانيه خط افقي على 1375. بس احنا عشان بنرسم هاف ايرث ريموف فانا جيت من السنتر لاين مسحته. تمام؟ فانا اروح جاي كده من ما لا نهايه راسم خط على 1375 طول ما انا برسم، مفيش حاجه مرسومه هنا برسمه سوليد لاين، لكن وانس ان انا خبطت في السور السور اعلى منه، يبقى انا هكمله دوت لاين لغايه فين؟ لغايه السنتر لاين. وصلت ولا ايه؟ تمام؟ ده اخر حاجه اقولها عشان تكملوا رسم التدريج. قبل كده قلنا ان كل نوع من الاتربه ركزوا معايا. وكل نوع من الاتربه في حاجه اسمها الانجل اوف ريبوز او زاويه الراحه، يعني ليه ميل بيستريح عليه. انت غيرت الميل ده نتيجه بقى ان انت ما عندكش اماكن او ما عندكش ارض ولا حاجه، لازم تدبش التراب بتاعك، يعني تحط عليه بروتكشن، تحط عليه طبقه حمايه عشان ما يقعش. اتفقنا ان التدبيش ده طول ما انت ماشي في الشارع بتشوف في اي جنينه، في المطار، في الاوتوستراد، في اي حاجه فيها فرق مناسيب. في المترو اي سطح ترابي مايل يربط بين منسوبين مختلفين هتلاقي عليه حاجه شبه خليه النحل.
تلاقي عليه دبش، ترعية الماريوتيه في اي مكان. ده عشان ايه؟ عشان التراب ده ما يظهرش. فاحنا كل اللي عايزين نعمله ان احنا نشوف في البلان اللي هو الجيفن فيو، كل اللي عايزين نعمله ان احنا نشوف في البلان في الجيفن فيو انا حاطط لك التدبيش فين وتنقله في المساقط المختلفه. انا هدبش فين؟ يعني لما اجي ادبش هدبش فين؟ اول حاجه قلتها لك ان انا خايف على الميل يقع، فانت دايما هتلاقي التدبيش ده في الميل. انا بمسك سطح مائل ادبش. تاني حاجه ان انا هدبش حوالين المنشا اللي انا عملته. ما هي الترعه دي في الاول ما كانش فيها المنشا ده والدنيا كانت ماشيه لطيفه. انا اللي جيت العب بقى، قعدت الف التراب ده كده واعمل ده مش عارف ازاي عشان شكل التراب احط منشا. فهتلاقيني دايما بدبش الميول الترابيه من اول المنشا لغايه خط معين. فهتيجي في الشيب تلاقيني راسم لك خط كده. ايه يا عم الخط ده؟ يعني انا بقول لك شايف الميل ده من اول الحيطه دي كل ده متدبش لغايه الحته دي، وبعد كده خلاص مفيش تدبيش، سايب التراب زي ما هو. هتيجي تلاقيني في الميل ده جيت لك رحت حطيت لك خط كده. ايه يا عم الكلام ده؟ يعني السطح المايل ده متدبش سندين الطوب تمام لغايه الخط ده، بعد كده مفيش تدبيش، سايبين الميل زي ما هو. نفس الكلام هنا حطيت لك خط كده وحطيت لك خط كده. تمام؟ يعني برضو من هنا من ناحيه المنشا مدبش الكلام ده لغايه هنا ومدبش الكلام ده لغايه هنا. اول حاجه اشمعنى كل الهيئات التدبيش عمال ارسمها لك مايل؟ يعني ليه بقى خلاص انا خلصت التدبيش هنا ليه ما رسمتلكش ده خط مستقيم؟ خط ستريت فيرتيكال. ليه ما رسمتلكش ده خط فيرتيكال؟ ليه؟ لان انت الدبش ده كانك بالظبط جايب طول عمال ترص فوق بعض، كانك بالظبط بتعمل هرم. الهرم في الاخر الاضلاع بتاعته كلها رايت انجلز، ما انت بترص على شكل هرم عشان الطوب يشيل بعض. فهتلاقي دايما نهايه التدبيش كانك بتعمل هرم. طب الخط ده ميله كام؟ ميله في المسقط الراسي 60 درجه. نهايه التدبيش ميلها في المسقط الراسي 60 درجه. يعني محدش ابدا يقول لي هو الخط ده ميله في البلان كام؟ ما اعرفش. ميله في البلان ده كام؟ ما اعرفش، بس انا عارف ان لما اسقطه في المسقط الراسي هيبقى ميله 60 درجه. معايا؟ الخط ده ميله كام؟ ما اعرفش، بس ميله في المسقط الراسي 60 درجه. الخط ده ميله كام؟ ما اعرفش، بس ميله فين؟ الخط ده لما اجي ارسمه ارسمه في الاليفيشن ولا ارسمه في الاب ستريم؟ يعني الخط ده انا بقول لك انا مدبش المنطقه دي كلها، يبقى التدبيش بتاعي ده هيبقى في انهي مسقط؟ المسقط العمودي على الميل على طول. يعني الميل ده حد التدبيش بتاعه يترسم في الاب ستريم. الميل ده حد التدبيش بتاعه يترسم في الاب ستريم. لكن الاثنين دول هيترسموا فين؟ في الاليفيشن. لو واحد ذكي شويه يقول لي طب اشمعنى دول رسمناهم في الاب ستريم وما رسمناهمش في الداون ستريم؟ عشان الميل ده احنا متفقين ان نص الرسمه ده يترسم في الداون ستريم ونص الرسمه ده يترسم في الاب ستريم. معايا؟ التدبيش ده كاني بالظبط عندي ادي ميل عامل كده وانا عمال ارص طوب عشان اسنده.